يا للقرف يا رجل الامن، اين انت؟ اترك بقلاوة تاعي. او اللعنة، عندما انتهي منك وجهك سيصبح مثل البطاطا المهروسة. ايه قعد تخرط. حسنا، ساعثر على ذلك الطفل، بعدها ساقتلك. حسنا وداعا، رحلة سعيدة. لنرى. لا يوجد هناك طفل. ثم الفحص. انت قاعد تتمسخر بيا، وين ذاك الطفل؟ وين خبيته؟ يا صاح انا لا اعرف، فقط فريدي وراءك. فريدي، اهلا. اهلا فريدي. اهلا فريدي. اهلا رجل الامن. فريدي لا تحدث هذا الشاب، انه ابن كلب. اي لا تشتم فريدي، انه يخفي طفلا ولا يريد اخباري اين هو. اتعرف ما معنى هذا؟ لا حفلة عيد ميلاد يا فريدي. لا اجل، يجب ان نجده يا فريدي، انه يريد كعكة عيد ميلاد. سافعل ما بوسعي سيدتي. توقف عن قراءة القصص، انها تربي كوك. انا اسف لاني شككت فيك. عليك ان تبحث جيدا يا رجل. طفح الكيد، انا قادم اليك. لكن اولا يجب ان اتاكد ان ذلك الطفل غير موجود. هذا العمل سهل جدا. من تكون يا هذا؟ اهلا. او هذه فرصتي لامسكه بالمفاجاه. مفاجاه او ركبتي. تم جلدك يا غبي. شكرا على العتيلة فوكسي. فوكسي يا خرا، لا اعرف، شعرت بالملل. يا سبرينج تراب، ماذا اتسمع هذا؟ فتذهب إلى الجحيم.